السلام عليكم. في هذا الفيديو غنوريكم التحديث الجديد للسياج موبيل اللي غيمكننا من الاستفادة من بطاقة اي شوبين مباشرة من التطبيق بلا الحاجة للذهاب حتى الوكالة وتشد الصف وذاك المرض اللي كنعرفوه كاملين. وكذلك غنوريكم بعض المميزات اللي غتقدمهم لنا هذه البطاقة وكيفاش غنقدروا نطلبوها من التطبيق مباشرة اونلاين. اذا على بركة الله، لكن قبل ما نبداو اول حاجة بغيتكم تديروها هو تمشيو للبلاي ستور، غتدخلوا وتكتبوا سياش موبيل باش يطلع لكم التطبيق اللي ديجا نتوما انستالينو في التليفون ديالكم. في حاله ما طلعتش لكم شي ميساجور تما فراكم مباشره داخلين في التحديث الجديد. اما الا طلعت لكم ميساجور حاولوا الخوت ديروا هذيك الميساجور باش توليو تستافدوا من هذه المميزات اللي غادي نهضروا عليها دابا. وكتذكير خوتي عندكم ديزانستاليو لابليكاسيون وتعاودوا تانستاليوها، لانكم في هذه الحاله غادي تحبس لكم التحويلات تقريبا شي 72 ساعه، وبالتالي ما تقدروش باقي تصيفطوا فلوسكم لاي واحد من غير لي بينيفيسيير، يعني الناس اللي ديجا صيفطوا لهم من التطبيق. هذا الشيء علاش كنذكركم باش ما ديزانستاليوش التطبيق بل ديروا ليه التحديث فقط. من بعد كتطلع لكم الواجهه على هذا الشكل هذا، هنا لتحت كنلقاو سوسكريبسيون او برودوي اي سيرفيس، يعني تسجيل في المنتجات والخدمات الجديده. ملي كندخلوا لها كنلقاو ديكوفرير نو برودوي بانكير، كنلقاو الفوق كارت بانكير هي اللي كتهمنا، وتحت منها كوماندي اون كارت اي شوبين فيرتوييل. بالنسبه لهذه البطاقه فهي فيرتوييل، يعني كيصيفطوا لينا المعلومات ديالها وما كناخذوش البطاقه في يدينا. وهنا ملي كندخلوا كيطلعوا لنا لي زافونتاج تاع هذه البطاقه. كيف قلت لكم سابقا اي شوبين راها فيرتوييل، يعني كنخدموا غير بالمعلومات ديالها، اما هي ما صالحه لينا لوالو. الا بغيتوا تاخذوها باش تكون عندكم بلا ما تبقاو كل مره تدخلوا للتطبيق باش تاخذوا المعلومات ديالها، يمكن لكم تمشيو للوكاله اللي قريبه لكم غيعطيوها لكم بلا شي مصاريف اضافيه. ولكن انا كنصحكم تاخذوا المعلومات من التطبيق بلا ما تخدموا بالبطاقه، لانها تقدر تطيح لكم ما يلقاهاش حد ويستعمل لكم هذه المعلومات. وهنا غنذكروا بعض المميزات ديال البطاقه. هنا تقدروا تشريوا بها من المتاجر العالميه اللي كتدعم فيزا، وكذلك تقدروا تشارجيوها اونلاين وتخدموا بها في نفس الوقت. ثم تقدروا تعرفوا السولد ديال البطاقه مباشره عن طريق تطبيق سياش موبيل، والجميل هو انه كتوصلوا بالمعلومات ديال اي عمليه مباشره من بعد اي شراء، وكتدعم الحماية الثلاثية كذلك، يعني ما كدوز العملية حتى كيصيفطوا لكم واحد الكود تكونفيرميو في الهاتف ديالكم باللي فعلا نتوما اللي قمتوا بهذه العملية. وبالنسبة للحد الأقصى اللي تقدروا تخدموا به في هذه البطاقة هو 15000 درهم، يعني الدوتاسيون ديالكم السنوية كلها. بالنسبة للبطاقة صالحة لمدة 3 سنوات كذكرنا سابقا، والثمن ديالها هو 66 درهم. وهنا ملي كنطلبوها اوتوماتيكمون كطلع لينا هنا في ميكارت، كنجيو هنا كندخلوا الميكارت كنلقاو لاكارت الاصليه ديالنا، كنسحبوا من اليمين لليسار كطلع لنا بطاقه اي شوبين المعلومات ديالها. كيف كتشوفوا الا بغينا نشوفوا المعلومات ديالها باش نخدموا بهم كنلقاو هنا واحد افيشي لي زانفورماسيون دو لاكارت، كنكليكيو عليها كيطلعوا لي جميع المعلومات الخاصه بالبطاقه، الرقم بالكامل، دات ديكسبيراسيون، وكذلك رقم الحمايه ديالنا. الا بغينا نشريو من شي موقع كندخلوا هاد المعلومات. هنا بالنسبه لهاد الخانه نتاع البلوكاج، الا ساليتي الاستعمال ديالكم هاد البطاقه كدير ديبلوكي باش حتى الا جا شي واحد وبغى يشري بهاد البطاقه ديالك ما يقدرش يشري لانها بحال قلتي مبلوكيه، وبالتالي هذه حمايه اضافيه للبطاقه ديالنا. بالنسبه للسولد كيطلع لينا هنا شحال السولد اللي عندنا ديسپونيبل، يعني اللي نقدروا نخدموا به. وهادو هما المعلومات اللي حبيت نشارك معكم خوتي. وصلنا لنهايه الفيديو، الا كان عندكم شي تساؤل او لا واجهتوا شي مشكل في هذا الشيء اللي شرحت في هذا الفيديو حطوه لي في التعليق الخاصه بهذا الفيديو، ان شاء الله غنجاوبكم عليه واحد بواحد. والا استفدتي من هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك باش تعم بالافاده. والا كانت خويا اختي هذه هي اول زياره لك للقناه، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.